الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة القانونية النيابية إن هناك تهربا ضريبيا لشركات كبرى في العراق منذ عدة سنوات، من بينها شركات نفطية وسياحية ومصارف. وأكد عضو اللجنة حسين العقابي تعاظم ظاهرة التهرب الضريبي وتسببها في ضياع مبالغ مالية كبيرة سنويا يمكن أن توجه نحو قطاعات خدمية مهمة، مضيفا أن هناك تورطا سياسيا في التغطية على الشركات الكبيرة في هذا الملف. انخفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في البورصة الرئيسة في بغداد، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سعر صرف بلغ 150,200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت يوم الأحد 150,100 دينار عراقي. وكانت تقارير قد أكدت أن استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار أضر بشريحة واسعة من العراقيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية بصورة كبيرة جدا. قالت وكالة فرانس بريس إن القبض على ضابطين في الجمارك بتهمة الرشوة في منفذ أم قصر في البصرة تكشف جزءا ضئيلا من الفساد المستشري في العراق. وأكدت الوكالة الفرنسية أن عائدات المنافذ الحدودية للبصرة توفر الخزينة العامة نحو 6 مليارات دولار سنوياً، إلا أن الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة سيطرت على تلك المنافذ من خلال تعيين تابعين لها لضمان التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة والسيطرة على موارد تلك المنافذ. سجلت العملة اللبنانية هبوطا جديدا مقابل الدولار مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء إلى 15,250 ليرة للشراء و 15,300 ليرة للبيع، وكانت الليرة قد وصلت إلى هذا المستوى المتدني للغاية في آذار الماضي، وترافق ذلك حينها مع احتجاجات شعبية. ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي، حيث وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها أعمق أزمة في التاريخ الحديث. ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 9.83%، مضيفة 3,492 دولاراً إلى إغلاقها السابق. وارتفعت عملة البيتكوين وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم بنسبة 40.7% عن أدنى مستوى لها في العام عند 27,734 دولاراً في الرابع من كانون الثاني الماضي. كما زاد سعر عملة إيثيريوم المرتبطة بشبكة بلوك تشين بنسبة 7% ليصل إلى 2,532 دولاراً، مضيفة 165 دولاراً إلى الإغلاق السابق. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات مدعومة بتوقعات أفضل للطلب، حيث تساعد زيادة لقاحات كورونا في رفع قيود السفر. وارتفع خام برنت بنسبة 1.1% ليصل إلى 73 دولاراً، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 71 دولاراً و22 سنتاً للبرميل الواحد. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها المعروفين باسم أوبك بلس بحاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتعافي. ختام الموجز، إلى اللقاء.